çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzun da hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize yönettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. موفقين. شكرا. شكرا لك. مع السلامة. فوتي اللي بعدهم لو سمحتي. شكرا. تفضل. لميس لو سمحتي، عندي مرضى وكتير مشغول. بعرف، وأنا مريضة وعندي موعد. ماشي. أهلا وسهلا. إيه تفضلي، شو مشكلتك؟ عم أسمعك. ما في مشكلة بنوب، بدي أعرف جنس البيبي لو سمحت. أنا بصراحة كان بدي أجي مع زوجي، بس هو مزعوج والحق علي، ما بلومه، وهالمرة كتير زعلته، وطبعا ما كنت بقصد، بس يمكن زودته من حبي إله. لأني بخاف كتير إني أخسره، وما كنت بدي توصل لهون بيننا. غلطانة بعرف، حقه إنه يعصب. هو تركني وحقه أكيد، بس أنا حابة أعمل أي شيء كرمال يسامحني. لهيك انجبرت اني اجي لحالي مشان اعرف جنس البيبي. طيب مو مشكله، تفضلي لهون. شرفي شرفي يلا. خلي هدول. شوفي طمني البيبي شو وضعه؟ وضعه كتير ممتاز، رح يصير عنا بنت. بنت؟ انت عن جد عم تحكي؟ طبعا عن جد عم احكي، مثل ما توقعت.
بكفي يلا قومي. بدر أنا آسفة والله مو بقصدي، بعدين رح يكون عنا بنت، خلينا نتصالح الله يوفقك. ومين قالك إنه أنا زعلان منك أصلا؟ عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد طبعا. من الصبح وأنا مزعوجة ومتضايقة. لا بس عجبتيني، الورد مكتوب عليه اسم رواد مو هيك؟ ايه عزيزة قالت لي آخدهم. بس حلو الفكرة، برافو عليكم. شو رأيك ناخد إجازة مع بعض؟ مشان الأولاد شو بنعمل؟ وشو بدنا بالأولاد؟ من لما تهددوا يتقلعوا من المدرسة بعد المشكلة الأخيرة قعدوا عاقلين وعم بيضلوا مع عزيزة. جد بدر خلينا نروح، دق لعزيزة إذا بدك. لا لا ما دقي له، تعالي لهون، تعي مشتاق لك وحابب إني ضمك بالأول. مو قلت لك إنها بنت؟ شوي ومن طالع كعصومة، طول بالك. ايه ما تخاف حبيبي، هلأ منفوت له راسه مرة تانية. شو بدكم تتقووا على ولد صغير؟ انتو ما بتخجلوا على حالكم؟ مو عيب تعملوا هيك عملة؟ انت خليكي بحالك، مو ناقص غير تعملي لنا محاضرة. لك احكي بأدبات، لا تغلط بالحكومة. لا 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 فيكو، لا أهلون ما بدنا مشاكل فيكو. طلع نسيت وعدك لأختها؟ ما وعدتها ما تساوي مشاكل؟ فالله يوفقك، بكفي البنت مو ناقصة بنوب. معلش طول بالك وكتم غضبك. اسمع شو عم تقلك اختك يا ولد. ليك يا عزيزة ما عم يطلعوا من شعراتها، إذا من قصهم مو أحسن؟ لا فيفيان شو تقصي عزيزة، مشان الله قليلة، أنا ما بدي قص شعري قليلة. لا لا ما تخافي حبيبتي، خلص ما رح نقصه، بيروحوا لحالهم بعدين. استني استني ماما مرتضى بدي يروح الحمام. هاي احلى خبرية. اي والله عصومة. لا خلصنا طول بالك، معلش بس تحمل شوي، وهلا عمك جميل ان شاء الله بيقدر يطلع. ايه ليك عصومة انطور بس دقيقتين وبنخلص. عصومة بتعرف شو تعمل، غمض عيونك وفكر بشغلات حلوة كتير حبيبي. ايه فكر ايه. فكر بالبحر والنهر والمطر مثلا. ولك معقولة تخليه يفكر بهيك شغلات والولد مزنوق؟ اوعك تفكر بالبحر والنهر. ليك فكر بالجبال وبالصخور مثلا، وما تفكر بالمي. ايه مظبوط، فكر بقوس قزح عصومة. يلا بقي يعني شوي ومنخلص. حقيقة فرجي بعدين وقف. يا ولاد لا اجزب، خلص فيك، خلص خلص اهدى، روح روح شوي. شو الساعة عم نحكي حاج يا ولد؟ مسكي روح شوي هلا بيروح. شوفي لميس اسكتوا، لميس ولا صوت ولا صوت. حبيبتي عزيزة، لكي إذا ما أجينا أنا وبدر اليوم على البيت ممكن تديري بالك على الأولاد بدالي؟ إيه طبعا طبعا ما تشغلي بالك، بس شو صارت صالحتي أنت وبدر؟ طمني مشي الحال، ونحن عم نفكر نطلع مشوار سوا، يعني إذا ضلتي مع الأولاد ما رح يضايقوكي؟ طمنيني الكل منيح؟ إيه الأولاد كلهم مناح، طمني كل الأمور منيحة ما تقلقي. إيه لهيك روحي أنت وزوجك وانبسطي وما تاكلي هم شي يا روحي. إيه طيب ماشي، سلمي عليهم. شو صار عزيزة، تصالحت هي وبدر؟ تصالح الحمد لله كتير منيح. يا مسكين ليك الولد شلون طالع راسه مثل الطابة. لك ايه والله مثل الطابة. لا لا هولي خلص 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 ولا كلمة ولا كلمة فيهم. مشي الحال الحمد لله على سلامتك عصومة. برافو عليك، برافو يا بطل. يلا الحمد لله على السلامة. ايه ما تخوي ولك انتو ما رح تزقوا على حالكم. ما بيعدك عليه. يلا امشوا لفيه ايدك، تعالوا تعالوا. يلا امي يا امي هاي عم تضرب. امشوا لعالي يا وصوتكم. خلاص تساوي تجي الولد لشوف عملك. اتركيه بعيدا. لك اسمعيني منيح، اذا ما بتطبي اولادك بشرفي علاقتك معي وسخه. انا من قطر وما برحمك ولا برحمكم. طبي اولادك عنا والا والله العظيم بساوي لك خريطه بوشك. شوفي هوديني والله ايدك وما تعطي. تعي ورجيني ايدك. تعي ربي اولادك بالاول قبل ما تعيطي على العالم بهي الطريقه. شو لا ترضي ولد صغير يعلقوله راسه بين الحدايد بالجنينه ونضل ساعتين حتى نطلعه؟ شو انت جاي تعلمني شلون بدي ربي اولادي كمان؟ اصلا ليش ابيكم يخلي اولادي يعلقوا راسه يا فهمان؟ برافو عليكم يا اولاد، برافو يا اولاد. هيك بدي اياكم. لك انا ما بقى فيني اتحمل. تعالي We'll be right back.
بس زورتوا أوراق رسمية واستخدمتوهم كمان لتحتالوا فيهم على إدارة المدرسة. بس أنا ما كنت بعرف هيك سيدي القاضي. أنا بس والله كنت وكرمال أولادي عم ساوي سوء خيري بالمدرسة وما بعرف إنه في وثائق مزورة أبداً، وإلا كنت مستحيل إقبال. أجل لي دفاعك لحتى تصير بالمحكمة. نحن رح نحولكم على المحكمة المناوبة وهنن رح يقرروا إذا أنت مذنب ولا لا. ولا يهمك. بس لو سمحت اخلوا سبيلي وخذوا هذا لأنه هو المجرم. كيف؟ لا أنا ما دخلني بهالموضوع سيدي أبداً. أصلاً هي مدرسة أولاد عمي وهنن طلبوا مني كل مهرج بالحفلة، وأنا بس من طيبة قلبي ما حبيت أرفض. وأنا متأكد أنه عمي مخطط لكل شيء لأنه سبق وسرق المصاري تبعي. سرق مصرياتك؟ لا مو مزبوط، أنا ما سرقت منه شيء والموضوع كله مو سرقة، يعني فيك تعتبره بس كنت عم أمن مستقبل أولادي ليكون عنده رأس مال هيك شيء. إيه والله شو كذاب. أصلاً عمي من يوم يومه بيعمل هالعمايل، هو ما اشتغل بعمره وين ما بيلاقي مصاري بيضل بيلف وبيدور حوالين صاحب المصاري ليسرقه. شوفوا مين عم يحكي، أنا بعترض على كلامه سيدي القاضي. أنا أول ما عرفته لهذا الزلمة حاول إنه يخدعني بقصة بيت وطلع بالآخر البيت مقله، والحمد لله هاي الخدعة ما مرقت علي أبداً. لهيك بعترض مرة تانية وبطلب تسجلوا هذا الكلام بمحضركن، وسجلوا كمان إنه هذا الزلمة الواطي بيوم خطبته ضحك على خطيبته وسرق لها كل ذهباتها. مين سرق الذهب؟ أنا اللي سرقته ولا حضرتك؟ انت اللي سرقت الذهب وخليتني اخطف له. لا انت اللي سرقته طبعا، وما تفكر انك تديني المصاري قدام صاحبي هلا يا محتاج. خلصنا حاجي لعي، خلاص فكري ألي بول، تحسين ألي بول، بناء على افادتكم المضلله للمحكمه رح نأمر باعتقالكم على ذمة التحقيق. سيد القاضي الله يوفقك، لو سمحت أنا 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 والله زلمة مريض كتير وصحتي على قدها، يعني ما بقدر أقعد بالحبس ولا يوم. أنا عايش على كلية واحدة وكبدي تعبان والبروستار عندي منتهي الله يعافيك، يعني مو قادران حتى فوت على الحمام وكملت معي مبارح وعضني الكلب بأفائي. إيه ومو قادران أقعد أبداً. مشان هيك إذا حطيتني بالحبس صدقني رح موت بعد يومين بالكتير، وحضرتك رح تكون السبب بموتي، يمكن ما تقدر تتحمل عذاب الضمير أبداً. إيه والله إيه اللي عم يحكي صح، الزلمة نص مشلول سيدي، يعني حرام ينسجن، وإذا بتسجنوه ممكن يموت دغري. المشكلة ما حدا من أهله غيري معترف عليه، مشان هيك أنا لازم أدير بالي عليه وأبقى معه. ما له غيري بالحياة كبير. إيه والله مشلول. صدقني يا سيدي هو ما له حدا غيري بكل الحياة. قديش حلو هالمكان والجو بجنن كمان. ما هيك حلو كتير؟ منين خطر لك وبسرعة هيك مكان؟ ايه انا اجيت من زمان لهون وكتير مبسوط انه ما تغير. مع مين اجيت؟ نسرين ما هيك؟ لكن مع جوليا نيهان؟ آيلا. طلع في آيلا كمان؟ آيلا امي يا لميس. آسفة ما قصدت، بس يعني من كترتهم ما شاء الله فكرت شي وحدة منهم. كمان اللي كانوا عندك مالهم قلال، في جميل وعمر والسليم صح؟ هدول اللي عرفتهم بس ولا واحد منهم كان حبيبي. تفضلي. خير يلا تعالي. على فكرة إذا ما لقينا رفقة فاضية رح تخرب إجازتنا. عفوا جاي عبالك فطيرة ما هيك؟ وقت شفتك حسبت حسابك. عن جد شكرا كتير لك. لما تكون الوحدة حامل بتنتبه للحوامل اللي حواليها، ما بعرف إذا حد سيبي محله. أنت حامل مو هيك؟ إيه فعلاً، بس والله غريبة كيف عرفتي؟ الحامل بتقوى الرادارات عندها أو بيقوى حدسة، وبما أني عم اشتهي آكل كتير فأكيد أنت كمان مثلي. إيه والله من لما شميت ريحتهم من برا. صحتين، أنا نزلي بالمناسبة. أهلاً وأنا لميس فيكي. سعيدة بدر. أهلاً وسهلاً. كمان أنا معي هون جوزي، هلأ بيجي بعد شوي. منيح مبين أنه قرب موعدك ما هيك؟ أول بيبي لإلك؟ فعلاً أول بيبي، والشهر الأخير مانو سهل، بس ماشي الحال. الدكتور نصحنا ما نبعد كتير بهالإجازة، فجينا لهون لنغير جو شوي ونتسلى. آسفة أخذت من وقتكن، يلا روحوا زبطوا أموركن هلأ، بلكي منلتقى بوقت تاني. ايه طبعاً أكيد منشوفكن. ايه يلا سلام، باي فرصة باي. سعيدة تعال. أهلا وسهلا. مرحبا. سمعت إنه المدام حامل ما هيك؟ الله يتمم على خير وإن شاء الله بيربى بعزكن ودلالكن. إن شاء الله. شكراً كتير. تفضلوا، شلون بقدر أخدمكن؟ والله إذا في غرفة فاضية بتعملي معنا معروف. في غرفة واحدة بس، الضيوف من شوي طلعوا منا والعمال عم بينطفوها.
تمام. تفضلوا ارتاحوا انتوا وبس يخلصوا تنظيف انا برافقكم على الغرفه تبعكم. ماشي دبعكم. شكرا يلا ننطر. معناتها انا هلا رح اطلب لكم شاي لانه ظريف مع الفطايه. شكرا كثير يسلموا. يا ترى بتعرفي شو هي اكبر مشكله عنا هلا؟ مشكله شو كمان؟ شو رح نسمي بنتنا؟ ما بعرف والله، بس بصراحة بتمنى لو إنه نسميها آيسال. آه أنا كتير بحبه لهذا الاسم. آيسال؟ إيه والله مو غلط، حلو الاسم. خلص اتفقنا، آيسال اسم حلو حلو. خدي كلي يلا. لك شو بدنا نسوي معهم؟ يعني هدول مو بشر ولا عندهم ضمير لنحلها معهم، هدول كلاب ومسعوره مثل ما قال جميل. خلصنا بقى فعلا عن جد، شو هالبلوه هي؟ من وين طلعوا لنا هدول يا الله؟ اخ لي لا سامحلي، طول بالك ما فيك تتحمل. خليها يعجرح هون ماشي. ليكو انا بعرف شو اللي لازم نعمله. شو بدنا نعمل اذا هدول بيوم واحد كسروا لنا عظامنا هيك؟ ونحن رح نسلط عليهم اكبر مصيبه بالدنيا. وشو هالمصيبه؟ بابا. ايه مزبوط لي راس، هدول ما حدا بيقدر عليهم بالحاره كلها غير ابي، خلينا ندور عليه. ايش على مهلك، لوين رايحين؟ شكلهم ما عرفوا انه الزلمه بالحبس. ايه صحيح هو بالحبس. كيف؟ يلا تفضل. مو معقول والله، مو معقول، شفت بعينك كيف قدرت انفود؟ والله المرض له فوائد حلوه. ليك خلص لهون تمام، انت روح خلص، انا بكمل لحالي وحط لي شو ما بدك تحط. لا معك كيفك، انت المفروض تنحبس بالبيت. ليش شو الفرق يعني؟ خلوني انحبس عند جنيدة او بالبيت، المهم اني رح ضل هون بالحاره. لا رح تضل جوا، واذا طلعت رجلك برات البيت بيرن الجرس وانا بجي فورا وباخذك على الحبس. عن جد؟ شو استفدنا يعني؟ لا معناتها اخذني على الحبس بالمرة، على القليلة هيك بتسلى أنا وتحسين. الله يوفقك، معقول بدك تحبسني مع أولادي المجانين؟ والله إذا بضل يوم عند جنو بيطلع لي قرون نظامي والله. إيه بسيطة، تفضل على الحبس. طيب ماشي فهمت خلص. إنه يعني ما بتزبط بغير مكان؟ شو مفكر إنه الشغلة على كيفك؟ أنت عقابك تنحبس بالبيت. يا الله دخيلك، ليش هيك؟ وأنا اللي قلت لحالي إني ضحكت على القاضي. هيا اجي بابا. ها بابا. اوف الحمد لله واخيرا اجي بابا. شوفي ولا يلا يلا فوتوا 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 لكم فوتوا. لا ما شو صاير هون؟ ليش صارت بلاوي زرقاء؟ فوت فوت هلا. ليش مين اللي ضربكم؟ بس انت كيف؟ على السلامة. اهلا عمي فكري. لا ضحك مع فكري انحبس بالبيت لموعد الجلسة الأولى بسبب مرضه وعمره، بس انتوا شو بكم؟ شو صاير خير؟ علينا مع جيراننا الزعران على الكبيرة، مشان الله انتوا لقونا حل معهم بقى. ليك جميل لازم تشتكوا بمحضر رسمي عليهم ونحن منحلها. ايه جميل شو هاي؟ هاي كلبشة الكترونية للحبس بالبيت. هيك لك لك ركب على مهلك يا زلمة، وجعتني ولو. ايه جميل، بما انك هون انت هلا خبره شو لازم يعمل، انا المفروض ارجع على المخ. ماشي ماشي لا تاكل هم خلاص. يلا بخاطركم. شكرا. ليك صحيح معاكم لون تاني غير الاسود ولو؟ طيب حطوا لكم فيها شويه ابيض خليها تطلع مثل الساعه الرياضيه، والله بشعه. شو بدي اسالك فكري، شلون سمحوا لك انك تنحبس بالبيت؟ والله انك بتخوف عن جد. ما سالتك عمي، اللي بتحب انه سخر لك اكل، بتحب تتعشى او اي شيء؟ شوفي أكيد بتكون مني شي، ما هيك؟ صراحة إيه، ما حدا غيرك ممكن ينقذنا من جيراننا الزعران هدول، بدك تساعدنا ما هيك؟ معناتها هن اللي ضربوكن وشوهوكن وأنا عم أقول لحالي. بابا معقول ترضى إنه يضربوني ويعبولي شعري حشيش وزبالة؟ شوف هالمسكين. يا جد بابا وعصو محصروا له راسه بين أضبان الحديد. شوف شو ذنبه هذا الولد؟ اي والله هدول مو بشر ابدا، تخيل الي انا جروني بالاراضي وزوجي ضربوه واهانوه كمان. كيف؟ ولك
انت تزوجت منها؟ لك لا لا ما تزوجنا، شو عم تقول؟ بس بجوز هي عم تتوهم. اوف يا وعك. بابا بدك تساعدنا مو هيك؟ ساعدكم ايه مو غلط، لكن انتو بتخلصوني من الكلبشة وانا بخلصكم من بلاويون. ماشي؟ يا ترى انت بتعرف شو عقوبته اللي بشيلها؟ انا وخطيبتي لحدة يورطنا بهيك قصص بالمرة. انتو أي. احرار، عملوا اللي بدكن اياه. اصلا شلون الكلبشة بتنشى؟ ليك عمي فكري انت، بس قلنا شو الخطة لنخلص منهم ونحن منتصرف بدون ما تتدخل. والله جد بشرفي بحرمك من البقلاوة والأكلها. خوفتيني والله. ما بتفرق معي مثل ما بدك، وإذا ما خلصتوني من هاي الكلبشة أنا ما رح خلصكن من هدوليك الكلاب. يلا قومي من عندك انت، قومي خليني اتسطح. تعرفوا مستحيل يعمل شي بدون مقابل. ما حدا يلق الكلبشة بتنفجر. معقول شو حلوة؟ ما أحلى هالمكان والله. أنا من لما وصلنا لهون وصرنا لحالنا أنا وياكي حسيت حالي كتير ارتحت يا روحي. أهلين أحمد. والله كنت متردد أتصل فيه. شو صار؟ قدرتي تحكي مع بدر؟ إذا بدك أنا بروح وبحكي. روق ما في لزوم، خلاص اتصالحت أنا وبدر ومشي الحال. والله عن جد إيه حلو كتير. وهلأ جينا على مكان رايق ورح نقضي اليوم مع بعض لحالنا. برافو أختي، هذا الحكي اللي بيريح. ليك أحمد روح لعند الأولاد ولا تترك عزيزة لحالة معهم. ماشي أختي، لا تاكلي هم أنت. بس فهمي أنه اليوم ما بدي أشوف خلقته أبدا. سمعت أحمد؟ أختي أنتو كونوا بخير وما رح ورجيكم خلقتي. معناها يلا انبسطوا بمشواركم اللي كان بخاطر. إيه من الأول ها؟ عملت نموذج تصحيح ممتاز. هي أول مرة بشتغل بحب هذا الأسلوب. الأستاذ علي طلب مني أكتب مقالة عن البحث تبعي. إيه كتير حلو، اكتبي لك. أنت ما في شي بيعجبك يعني؟ بحثي كتير عجبون، يعني عندي مؤهلات لهي الوظيفة. كل هاد ما بيهمك؟ إذا أنت بتعملي معروف مشاني بعطيكي وظيفتي. كيف يعني؟ معقول تترك وظيفتك؟ بتركها، يعني أنا بدبر حالي غير هون، وأنت واضح إنه هالمكان عاجبك ولهيك رح أعطيكي فرصة. بتساعديني؟ إيه أكيد طبعاً، وأنا مستعدة لأعمل شو ما بدك. ممتاز، بدك تساعديني لرجع البنت يلي بحبها. البنت؟ معقول كرمال بنت تتخلى عن مهنتك؟ ايه طبعا. شو قلتي بتقبلي؟ وهي البنت ايلين؟ شو رأيك نكتب كتابنا جميل؟ ومنه منترك لميس وأخواتها لأنه تعبت من وجودي دائماً معه. فعلاً هذا أحسن حل. خلاص منكتب كتابنا. ما هيك جميل؟ العمى مع القحار، العمى مع القحار. العمى مين عم يضربوا هدول الزعرة؟ رح شوفوا وجي العمى. خليكي هون ماشي. بتعرف مين رايح جميل؟ بترجعك لك. لا تعلق معه جميل، لا تعلق. يا تعلق عمى واحد واصل يا حيوان. لا بعدوا عنه، بعدوا عنه، بعدوا عنه. خلاص بعدوا عنه. الله شو بدك؟ والله لا خليك انت. انت وياه لورا زو. ليش عم تكتروا عليه؟ لا انت وياه من هون.
وعيب عليكم. انا كنت شرطي سابق وبقدر اشحطكم على المحضر. انتوا ثلاثه مع بعض فكر اذا كنت شرطي بتخوفنا ولا حسابك انت وياه ما خلص ولعوا من هون تضربوا بهالشكل. روحوا العبوا الحساب لسه ما خلص. امشي لك امشي ولك العبوا. الله يلعنكم. احمد حبيبي انت منيح ضربوك كثير ما هيك الله يكسر ايديهم. احمد الله اللي انت منيح منيح جميل. ناخذك على المشفى شي؟ لا لا ما في داعي. شو صار بيناتكم لحتى ضربوك؟ هدول كلاب كانوا عم يتحرشوا ببنت مسكينه وانا مريت بالصدفه وما قدرت ما اتدخل. لا للشرف. مين هدول يا جميل؟ لك تولاي باعت البيت وهدول احتلوه وقلعوا مرتضى منه. ايه ومرتضى وينه هلا؟ المسكين بالقهوه اخذ كل اغراضه لهنيك ونحن كنا رايحين لعنده. طيب اخي يلا خلينا نمشي لعنده. انت متاكد؟ ايه متاكد روح امشي يلا. هدول مصيبه وقعت على راسنا لك ما ضل شيء وسخ الا وعملوها الاندال. معقول مرتضى خلاص حاجتك شغل انت بلا اكل من الصبح كلك شي لقمة على القليلة. لا شكرا فيفيان والله مو جاي على بالي. ما بيصير هيك من دون شي انت نحفان كتير. انت امتى رايحة على البيت؟ انا رح نام هون خلاص انت روحي على البيت وانا بعد شوي بسكر المحل. روحي لشوف. ومين قالك انه بدي نام؟ اصلا ما رح يجيني نوم وانت قاعد لحالك. يا الله دخيلك ليش هيك ليش؟ استنى مرتضى على مهلك. فيفيان مشان الله انتي روحي نامي بالبيت قلتلك انا ما رح اجي. لا مو قبل ما تاكل واطمن عليك. شو عم يصير هون؟ خير شوفي انتي خليكي هون. لا بدي روح معك على مهلك شوي. ولا شو عم تعملوا؟ كود 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 بسرعة. شو عم تعمل هون ولا؟ شو كنت عم تبيعون لهدول؟ شو علاقتك؟ هل عني يا؟ طالع اللي بجيبتك يلا يلا ورجيني شو مخبي لشوف. مرتضى لا تقرب مني أحسن ما أقتلك. يا ولد أنت قديش عمرك؟ شو عم تخبص؟ قلي شو كنت عم تبيعون لهالزعران؟ عم بيعون سكر أنت شو دخلك؟ ما تقرب أحسن ما أبتلى فيك فهمان؟ فكر حالك ولا لسه طولك شبرين. يلا روح على بيتك أو زوجي رح يضربك ويورجيك. جرب إذا بيقدر. مرتضى مرتضى ولا شو لصة؟ هرب أخيرا. شو وسطه هالولد؟ شو في؟ هالولد كان واقف هون هو واثنين كبار وما بعرف شو كان عم يبيعون. يمكن مخدرات الله والعليم. واخواته الكبار هلا تحرشوا بنت بالحارة. ايه وكانوا رح يقتلوا لأحمد لو ما لحقنا بآخر لحظة. شو الحل يا جميل مع هدول الزعران؟ ما بعرف يا مرتضى. مرتضى انت شو عملت؟ شو عملت؟ لمين اعطيت بيتك؟ الكلاب هدول تحرشوا ببنتي. العمى على هالقصة وخربوا لي دواليب سيارتي كمان. ما بقى نسترجي نطلع على الشارع من ورا هنولة. والعمى عدنان بهيك بيسلم عليكم كتير. الله يسلم. الله يسلم. وعم يسأل إذا الأمور ماشية منيح. ايه على كيفك خالي. ما حدا بالحارة كلها عم يفلت من ايدينا أبدا. ونحن مثل ما وعدناكم خالي رح نطفشهم من الحارة. انتوا بس جهزوا لنا بقية المصاري واتركوا الباقي علينا. المصاري جاهزة بس انتوا خلصوا. ما ضل وقت قدامنا. معنا أسبوع واحد. ولا يهمك خال القصة مو مستاهلة. هدول كلهم شلة أولاد وما بيلقوا كفين على الماشي. كلها يومين زمان وبيهربوا. بس نحن خال بقينا بدون زوادي هالفترة فيا ريت تشوفوا خاطرنا بكم ليرة لنظبط أمورنا. عالبركة خال. شو رأيكم؟ بيكون رن الجرس تبع المغفر ما؟ ايه بيكون عمرين يا بابا. خلاص بلا هاللعبة. ايه عن جد بلا هاللعبة. هيك ممكن تخربها للكلبشة تبعك. خلاص فوت اقعد. اذا خربت بيكون احسن اصلا. انا هذا اللي بدي اوصل له اني اخربها. شوي لبرا وشوي لجوا شوي لبرا وشوي لجوا وهيك بيجنوا الشرطة اللي مناوبين طول الليل. ايه والله. وبس يطقمخهم مني بيتعبوا ببطلوا يفكروا فيني. ما شاء الله على هالخطة. مفكر حالك ذكي كتير. طبعا ذكي كتير. طبعا ذكي كتير. يا الله دخيلك. اذا قالي من الصبح على هالحالة فايت طالع فايت طالع وهنن ما اجوا لهلأ. بلكي شغلت الكلبشة كانت كلها كذبة. ايه لهيك اذا ما انتبهوا عليها معناتها رح اهرب وما اسأل عنهم. على أساس إنه نحنا رح نسمح لك تهرب بابا. إذا بتحاول تهرب أنا رح أتصل بالشرطة. وإذا الكلبشة خربانة من دقلهم نحنا. ولك مو ناقص غير خاف منكن أنتو يا أولاد كمان. ماشي شوفوني وأنا طالع أهرب يا أولاد. بقى. ماشي بس رح أرجع فوت وأرجع وأنا رح أتصل بالشرطة أحمد. اتصلي فيه اللي له أبي بده يخرب الكلبشة. هربت هربت لو خلاص عم بمزح أنا.
انتو من ايمتى صرتوا هيك؟ والله كنتوا زرافوا مع احلاكم، ليش صرتوا اعداء لابوكم؟ والله بصراحة نحن اللي ما بيهتم فينا ما بقى نشيله من ارضه. ايه حاجتك بقى؟ انا شو حكيت؟ قلت انه تعفوا كل الكلبشة من رجلي لحتى ساعدكم وخلصكم من هدول الجيران وانتو ما قبلتوا. يا الله دخيلك يا عزيزة. مظبوط، بس شو رح تعمل الشرطة بهالموضوع؟ انا عم قلك لازم يقبضوا عليهم بالجرم المشهود، غير هيك ما بيطلع بايدنا اي شيء. ايه بس كيف رح تزبط هي تبع الجرم المشهود اذا هدول الكلاب محترفين؟ احمد شو صار لك؟ ما تخافوا ما في شيء. من وين اجتنا هالبلوة؟ من عند الست ولاي. هو مرتضى لو ما زعلها ما كانت باعت البيت اصلا. ليك على هالحكي ليه؟ وانتي لو ما دخلتي بحياتنا تولاي ما كانت باعت البيت كمان. وانا لو ما كنت بعرفك كمان ما دخلت بمشاكلكم مرتضى. ليش هالتخبيص هلا؟ ما فهمت. واذا بدكم الصراحه، لو ما لعم فكري رح ياخذ المصاري من هداك الزلمه اللي بالمزرعه، ولو ما انقتل ابن اخته للزلمه ما وصلنا لهالحاله. صح، كل الحق عليه من الاول. لك بشو الحق علي؟ انت ما تحكي شيء وما تسمعنا صوتك، لانه كل البلاوي اللي صارت من وراك بالاصل، وما حدا غيرك بيحل الموضوع. فكل الكلبشة وأنا بحل كل شيء. لساته مصر؟ لك فكري ليش عم تخليها ترن وتطفي؟ أنت مفكرة لعبة ولا شو؟ والله العظيم هلكتنا. شوف يا أحمد، معناته طلعت شغالة وأنا مو داري. هان اسمع لك أحمد، مشان الله عملوا شيء مع هدول الزعران بقى. من الصبح جننوا كل أهل الحارة وما تركوا حدا من شرهم. يا رجل يا جميل، نحن أخذناه هون على التحقيق بس ما في دليل وما قدرنا نمسكهم بالجرم المشهود، فرجعنا أطلقنا سراحهم. وانت بتعرف شغلنا، اذا ما في ادله مثبته ما فينا نعمل شيء معهم. لهيك الافضل ما تتعاطوا معهم، لانه هدول الناس كتير وسخين وسجلهم مليان بالسوابق اللي ما بتعجب ايه حدا. هذا الشيء واضح اصلا. انت فخت والله. معناتها بنتي الحلوه جوعانه. مو هيك، بس انا فتحت نفسي على الاكل بهذا المكان، بس انت ما اكلت شيء. والله انا هيك مبسوط ومروق، يعني ما حدا عم بيضايقنا ولا حدا عم بيضوش حوالينا او عم يطلب منا شيء، ونحن قاعدين مبسوطين مع بعض ولحالنا. هذا الشعور كتير مريحني واموري منيحه طمني صراحه. وبعد كل عجقه الحوادث الاخيره شكلي ما لاحظت قديشك متضايق من الزحمه يلي بالبيت. ولا يهمك، المهم نستاجر بيت هلا. ايه نستاجر بيت واسع وحلو ومنريح راسنا. موافقه؟ ايه موافقه، بس شو رايك يكون مثل اللي كان جنبنا؟ يكون بسيط وحلو يعني، وقريب على البيت تبعنا، وهيك ممكن نخلي الأولاد لحالهم. لك والله هيك ما استفدنا شيء. لميس نحن همنا يكون قريب من المستشفى. انت هلأ فترة حرجة مشان حمل، ما فينا نخاطر بشي. ناخد بيت قريب على المشفى لنطمن، والأولاد بيركبوا باص وبيروحوا على مدارسهم وبيكملوا حياتهم بشكل طبيعي. ايه بس اذا اخدته قريب على المشفى بيكون بعيد عن المطعم ورح اتعذب على الطريق. معناتها انت رح تضلي تشتغلي بالمطعم ولا انا فهمتك غلط؟ طبعا، شو بدي أعمل ضل قاعدة بالبيت يعني؟ لا لا، عندك خيار إنه تدرسي. أنت ما كنتي عم بتقولي رح تعملي دورات بالجامعة وتدرسي محاسبة؟ يعني بهالفترة هي حضري حالك وبعد الولادة فيكي تشتغلي، مو أحسن لك؟ بعدين أنت محتاجة مصاري لحتى تشتغلي عمل متعب؟ أنا مو مشان المصاري بس، كمان لأنه بدي ساعد عزيزة بالمطعم. هي متكلة علي وما بدي تشتغل لوحدة بنوم. في فيفيان معها، وإذا مضطرة ممكن تشغل مساعدة معها كمان. جاوبيني بصراحة، أنت لشو مالك حابة تتركي الشغل بالمطعم؟ قولي لي. لأنه بيعجبني الشغل فيها بدر، يعني ما بيكفي؟ هذا الجواب؟ فيك تكوني صريحة أكثر وتقولي لأني ما بوثق فيك. ما؟ هذا السبب؟ لهلأ ما بتوثقي فيني؟ لساتك بتخافي من تصرفاتي وماضيي دائما بخوفك. بتضلي تقولي إذا شي يوم تركني شو بدي أعمل؟ لهيك بتحب تكوني على طول متكلة على حالك مو علي. لا مو هذا السبب طبعا، ما فكرت بهالأمور. ماشي طيب، خلص انسي ومنضل على وضعنا. المهم هلأ عندي بهالمشوار إنه ما ننزع مزاجنا. إيه بتحبي تاكلي كمان ولا نقوم نمشي شوي؟ إيه منقوم يلا. Thank you.
صباح الخير. انت ليش ما بتثقي فيني؟ نعم عن جد ليش ما بتثقي فيني؟ عم فكر طول الليل انا شو عملت لحتى وصلنا لهالحاله، وانا شو لازم اعمل كمان. انا ما لقيت جواب، انت جاوبيني يلا، قولي شو المطلوب مني لحتى نخلص من هالقصه. ها شو معقول يعني لساتك مزعوج من قصه المطعم؟ يعني مو مشان قصة المطعم ومن أزمة الثقة؟ اليوم المطعم ويمكن بكرة شي تاني. برأيي صار لازم نلاقي حل لموضوع الثقة، مو هيك؟ حكي لك شي شغلة. أوف ما بعرف شو فكرت لو وصلت لهي النتيجة. بدي شوية وقت يا بدر، خاصة أنه صارت معنا ألف قصة. ليش الوقت؟ شو عم تحكي؟ نحن ما عم نراهق، نحن متزوجين ورح يكون عنا بنت كمان. القصة ما لها لعبة لميس. شو هاد؟ شو هالصوت؟ ما بعرف. على مهلك، رح شوف شو فيه. يا ريت ما تولد يا حبيبي. تقوم بالسلامة. ما في شيء بسيط. خير مدام، شو فيه؟ مين عم يصرخ؟ لا ما في شيء، لا تواخذونا أماني وآسفين على هالإزعاج، بس طيب شكل مدام ناصر بلشت تحس بمغص الولادة، فحكينا مع المستشفى وناطرين يجوا. طيب بسيطة، هي هلأ بأي أوضة؟ يلي أنا دكتور مختص، ما تخافي قولي لي بأي أوضة. الأوضة اللي مواجهك. طيب رح جيب شنتايتي وإجي بسرعة يلا. طيب لميس قومي قومي يلا، تخيلي إنه المخلوق اللي استقبلتنا مبارح عم تولد. ييييي ردوا يلا ردوا. كل قديش عم يجي الوجع؟ كل أسبوعين. لك ليش مين أنت؟ أنا دكتور لو سمحت لازم أفحصك. إيه طبعا تفضل. بسيطة رؤي، اهدي شوي. شو نزلت المي؟ ايه قبل شوي. طيب ماشي، كم اسبوع كان بقيان؟ الدكتور قال اسبوعين اقل شيء. اهدي حبيبتي اهدي. ماشي بسيطة، ما تخافي مدام، اهدي شوي. لك حتى ماشي شي بيخوف. نحن ليش اجينا لهون؟ بدك حياة من الوجه. يا ربي دقيلة دكتور، مشان الله اعمل اي شيء حتى ترتاح من الوجع. دقيقة بس، اهدي حبيبتي اهدي اهدي اهدي. خلص لا تاكلي هم، الولد مقلوب راسه، رجليه فاتوا بقناة الولادة وهي مشكلة. اتصلوا بالإسعاف فوراً يلا. قال شوي وبيجوا يلا. هلأ يا دكتور ما فينا نوقف الولادة لحتى ناخدها على المشفى. ما فينا نوقفها، هي مخاطرة ولازم ننطر الإسعاف لحتى يجي. لميس تعالي معي، تعالي معي لو سمحتي، ولادتها هون خطيرة كتير. عم تدقلها الإسعاف، ما فيها تتحمل. خايف تتأخر، ولادتها بلشت. أنا ممكن ساعدها شوي، بس وضع الطفل ما مضمون. يعني إذا ما نقلناها على المستشفى ممكن نخسر الولد وأمه بغلطة بسيطة لا سمح الله. بس لازم تحاول تساعدهم بدر، انت فرصتهم الوحيده هلا. طيب طيب ماشي ماشي، ما تحاولي بالك شوي، حاولي بالك وركزي معي. انا دكتور رح ساعدك اكيد، رح اعمل كل شيء لحتى يكون ابنك بحضنك، بس روقي وقف وراها وساعدها لو سمحت. لميس قيسي ضغطه فورا لبين ما البس تكوي. جهاز الضغط وين؟ بالشنتايه هون جنبي. ضلك خدي نفس، ضلك خدي نفس، ما تقلقي. يلا دكتور مشان ايوه ايوه يلا طولي شوي وارتاحي شوي وارتاحي. اهدي شدي حيلك روقي شوي، اهدي طولي. اعطيني ايدي. الله يرضى عليك طولي. شو هاد؟ شوفي شوفي من بكرة الصبح الله لا يوفقك حتى بيوم العطلة. شو صاير؟ شو علقة الحرب برا يعني؟ هلا رح تعلق الحرب، أنا بورجيهم. لا 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 خير. شبك كمان؟ شو زعجكم الصوت؟ زعجنا طبعا لو سمحت وطي الصوت. وما راح نوطي، شو فيك تعمل؟ انا بورجيك شو رح اعمل. مو شايفهم بدهم يعملوا مشكله من ولا شيء؟ خلص ما تردوا اتركهم بحالهم. اذا بدهم يعملوا مشكله شو بسكتهم يعني؟ ايه عن جد احمد شكلهم عم يخططوا لشيء. خلص فوت هلا وبنحكي بالقصه بعدين. يلا يلا بسيطه بنتواجه بنتواجه. شوف يلا يلا مع نفسك خليكم هيك ماشي. خلصنا منكم، فوت خلصنا انت كمان. يلا يلا تعال لك تعال ربوا لنا المزاج. يلا كملوا لعب مشوا العالم، هي عالم زباله. وعم تقلي سكت لون؟ أصدر هيك عم يساووا، رح يضلوا يستفزونا هيك. خير شوفي ما قدرت تسكتوها. ما سكتناهم طبعا، ما تبلش انت هلا مشان الله، مو ناقصنا. طيب وبعدين؟ انا لازم اروح على الجامعه، بدكم نتصل بالشرطه؟ لك الشرطه ملت من الروحه والجايه عبيتهم. اصلا لما تيجي الشرطه بيطفوا المسجله وبصيروا اوادم دغري. لازم نلاقي حل بدون ما ندخل الشرطه. مزبوط.
حاجة بقى تهزة بوشي عن فكري. عم قلك عقوبتك كبيرة. شكلك ناوي تحبسنا كلياتنا. خلصنا عمي، ما بدنا مشاكل. بكفي الزلمة يلي خطبني كان شرطي وفوتناه على الحبس من وراكم وخسر وظيفته. بكفي. ايه لوين رايح هلا؟ شو بدك الشرطة تطب علينا بعد اللي صار فينا؟ شو صار؟ جميل، شو صار؟ وضنا أندال خلاص بدي يتبعه كله بعد هون. انت لك تعال، شو رح يطلع معك؟ انت اجدب شي، روح اقعد محلا. لك يلعنوا الكلاب، يعني مو ناقص غير بكره يقطعوا طريقنا وما نقدر نطلع من البيت. شو بدنا نعمل؟ ما عاد فيني اتحمل اكثر. طيب طيب اهدى خلص. ماشي عمي فكري، فك الاشياء. يلا 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 يا عمي فكها. سيري بدها تصير يا ماشي، بس كيف بدي فكها؟ جميل، هي كلبشه مو مسحه. احمد انا بعرف شلون فك هدول الكلبشات، هي مو مشكله. المشكله انه اول ما يفكها رح تروح اشاره على المخفر، وهي اللي لازم نلاقي لها حل. طيب انت كنت شرطي وبتعرف بهالامور، خلص روح على المخفر ولاقي لنا شي حل من هنيك. ايوه انت المطلوب منك تروح على المخفر وتلهيهم عن الجرس، وتقلنا كمان شلون بدنا نفك هي الكلبشه البشعه بدون ما يحسوا علينا. ايه هي محلولة، بس ما فيني اشغلهم كتير لان هي حساسة للحرارة ولازم نحطها على حدا بدالك اول ما تفكها انت. على حدا بدالي؟ ايه. بسيطة مو مشكلة، شغلتها فاضية، هي انا بحلها. انت بس خدي نفس عمي، خدي نفس وطلعي على مهلك وخليك مركز مع لميس. يلا يلا خدي نفس وعلى مهلك، خدي نفس. الله يغليك، الله يغليك، ما بدي يموت. لا تخافي رح يكون بخير، ما تخافي حياتي، ما تخافي، ابننا رح يكون بخير. دكتور مشان الله اعمل شيء، رح تموت من الوجع، شو بدنا نسوي؟ لك الطفل جاي بالمقلوب، انت شجع مرتك شبك؟ لك وين سياره الاسعاف لهلا؟ انا اتصلت فيهم بس شو بيعرفني وينهم لهلا؟ وما تنسى انه المشفى بعيد وبدهم وقت. طيب ماشي خلص، يلا ما تخافوها اكثر، ما تخافي حبيبتي، يلا خدي نفس عميق. معلش معلش حبيبتي، معلش طولي تحملي كرمالي. يلا يا عمري طولي بالك تحملي. ايه اخترتوا اسم البيبي ولا ما اخترتوا لسه؟ ايه لازم. لا لسه ما لقينا اسم مناسب، في اكثر من اسم ببالنا، بس حابين يكون الاسم له معنى حلو. يعني معقول انت تسالي هيك سؤال بهالوقت؟ طيب اسفه ما بصوت شيء من السؤال، بعتذر اسفه. يلا مو مشكله، يلا حبيبتي اهدي وخذي نفس عميق. بسيطه يا روحي، تحملي شوي. ما تخافي اهدي. يلا هانت هانت حبيبتي هانت. يلا 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 شدي همتك، يلا طلع جسمه، هلا صار دور الراس وبتخلصي. يلا شدي شدي كمان، شدي كمان. طولي. برافو، يلا قوي نفسك، قوي نفسك وشدي كمان. يلا برافو، يلا يلا قربنا نخلص، يلا تحمل. قربنا نخلص. بعدي بعدي فيفيان، فوت فوت لجوا، يلا فوت. لك ايه؟ تعال جنيدة، تعال جنبي شبك يا زلمة، تعال شوف ايه؟ اشتقتلك انا. شو بدكم مني؟ انا شو عملت لك؟ شو بدكم؟ ولك جنيدة شبك، انا شي مرة ضربتك او اذيتك كل القصة انه بدنا منها خدمة صغيرة ورح تاخد بدالة. معقولة تضل ليل نهار نايم بالشوارع؟ معقولة يعني؟ شو ما تعبت من النوم على الحجار وبالجناين يا زلمة؟ لا بنوم. لا تعبت، اكيد تعبت، شو فهمك انت؟ اقعد خلصنا. ايه جميل، نحن مستعدين مشي الحال. ليك مرتضى، هلأ وصلنا على المخفر ورح ساوي مثل ما اتفقنا وخبركن بمسج، بس أهم شيء إنه بعد ما تفكها ما لازم تتأخروا أبدا، اتفقنا؟ وإنت أول ما تخلص دغري بتحكي معي ماشي؟ أوكي ماشي، يلا موفقين. أنا ما عم صدق إني عم بعمل هيك عزيزة، حدا بيلحق مجانين ليجيبوا له مصايب؟ شو نعمل جميل؟ ما تركوا لنا خيار تاني، الحل الوحيد هو فكري. طيب إنت مستعدة؟ مستعدة. يلا امشي. يلا. ها أحمد، يعطيكم العافية. أهلين جميل. أهلين، خير؟ شو اللي جابك لهون؟ يا أخي جينا نشوفك مشان نحكي بموضوع الجيران. خير إن شاء الله، عاملين شي معكم؟ ليك أحمد شو بدي أقولك، أنتوا من هون عم تراقبوا لعم فكري؟ مو كانت اللوحة بالغرفة تبعك؟ ليش علقتوها هون؟ إيه صح، لأنه جوا كنا ننشغل عنا، بس هون بتضل قدام عيوننا وهيك أحسن. صحيح، أكيد هون أحسن، برافو عليكم. اسمعني يا أخي، تعال لقلك، تعال عود هون، خلينا نحكي برواء معك. الله وكيلك وصلت معنا لهون من وراء هدول الزعران وبدنا حل، يعني هيك ما بيمشي الحال، شو نعمل؟ خربوا حياتنا يا أخي. لك يعني تخيل حدا بيفق من بكرة الصبح. لحظة لأحكي لك من البداية، اليوم مثلا فاقوا وصفوا دبكة قدام البيت وصوت المسجلة لرأس الحارة وصريخ وعياط ولعب بالطابق، ولما بدي انشر الغسيل الأبيض بتجي أمهم لتنفض سجادة الوسخة وبتبلش نفض غبرة قدام عيوني، وإذا بتقلهم كلمة بيقبوا بوشك مثل الدبابير. وصلت الرسالة، يلا خلونا نبلش فورا، يلا خفوها، يلا 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 تعال شوف بلش من الرمي. يا ستة
شوي شوي عم توجعني مرتضى، شو صار لك؟ لسه ما بلشت، شو صار لك؟ ما بلشت عم توجعني. استنى دقيقة. خير؟ نعم فيفيان. إذا صاروا كمشوك الشرطة رح أقول لهم أنا يلي فكيت الكلبشة. الله يوفقك يا فيفيان، كلك ذوق. بدي أسألك مرتضى. حبيبتي تفضلي قولي. شو بيضمن لما تفكى من رجله أنه ما يهرب ويساعدنا؟ أصلا هو مو سألان عنا. والله ما العظيم إذا بيساوي هيك أنا بإيدي وقتها رح سلمه للشرطة. لك شو عم بتخبص أنت؟ والله هلأ أبطل وبقلكم خلص انسحبت من كل هاي المسخرة أنا. طيب ماشي 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 يلا فكة من هون. بس لا تشدها كتير لبرا. Onu su